سائل يقول بعض الألبسة الضيقة تلبسها بعض النساء وخصوصا في مجال الأفراح والمناسبات، تقول إذا في الصلوات هل يجوز الصلاة في مثل هذه الألبسة الضيقة؟ لا يجوز للمرأة لبس الضيق، لأنه يفتن من ينظر إليها ويبدي أحجام أعضائها، فهو فتنة. يجب عليها أن تلبس الفضفاض الواسع حتى يسترها، وإلا فإنها تكون من الكاسيات العاريات التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: نساء كاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وهذا وعيد شديد. فعلى المرأة أن تحتشم، أن تحتجب، أن تلبس اللباس الضافي عند خروجها، لا تتعطر ولا تتطيب لئلا تفتن الناس، يفتتنون بها وهي تفتتن بهم. عليها أن تتقي الله عز وجل، تحافظ على حشمتها وحجابها وسترها، لأنها مسلمة. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، العلانهن عليهن جلابيب، وهي الجلباب هو الغطاء الواسع مثل العباءة، مثل هو الجلال الكبير، الجلباب هو الجلال الكبير، يسمى الملاءة أيضا، تكون فوق الثياب تسترها. على المرأة أن تتقي الله وأن تلتزم بالحجاب الساتر والحشمة من حين خروجها إلى أن ترجع. نعم.